زي ما احنا كلنا تابعنا امبارح كان فوز غالي غالي، لان انت خدت التلات نقاط بتوعك طبعا على الجونه. الهدف بقى دلوقتي او الحالي ان انت تستعيد لقب الدوري، مفيش اوبشن تاني. ما عندناش يا جماعه اوبشن تاني. ان شاء الله. خلينا نرحب على كل حال، ان في كلام كتير جدا الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح الخير واهلا بك يا نوان، ودعواتي للاستاذ كريم يرجع بالسلامه ان شاء الله ويرجع للمشاهدين. ان شاء الله يرجع بالف سلامه، وان شاء الله الفيروس ده يتم التحكم فيه لان تعبنا بصراحه. ولسه كنا معانا خبر خاص به دكتور اشرف صبحي كمان اصيب للمره الثانيه، انا فاكره ان هو كان جاله من كام شهر، فواضح ان الموضوع مش بسيط يعني برضو. لا يعني موجود واي تهاون مش صح يعني. صحيح. نبدا بقى بامبارح، لان امبارح انا يعني شفت مشهد حلو جدا، كلنا شفنا مشهد اكثر من رائع في المدرجات. زي ما بيتقال كده، ممكن الجماهير يعني جماهير الاهلي ان هي تزعل من اللعيبه، تزعل من الماتش، تزعل من النتيجه، لكن لا يمكن ان هي يعني تقصر في حق يعني النادي او اللعيبه. دي حاجه على مر يعني انا مش عارفه اتكلم ليه على مدار التاريخ. لا. يعني مضمونه زي ما بيتقال. بس فخليني ابدا مع حضرتك من المشهد ده، لان مشهد كان جميل جدا، وشفنا الهتافات وشفنا قد ايه في مؤازره للفريق حتى الدقائق الاولى، ويمكن ده برضو اللي ادى الثقه، لان بعد طبعا الماتش اللي فات الناس او اللعيبه كان عندها روح انهزاميه الى حد ما، لكن فكره هنا ان انا الاقي الجماهير زعلانين مني بس في نفس الوقت في ظهري وداعميني وبيقول لك ركز في اللي جاي، لا دي حاجه كبيره قوي مش بتلاقيها في كل النوادي. انت جبت جول من الاول كده الحمد لله. يعني الجمهور فعلا كان صوره جميله جدا امبارح. يعني بعد ضياع كاس مصر والخساره امام بيراميدز ما تخلاش عن فرقته. صحيح. ودي سمه رائعه جدا في جمهور الاهلي، ودي سر بطولاته كمان. يعني مش هنقول اللعيبه بس اللي بتجيب بطولات، الجمهور كمان معاها. صح. بيحضروا البطولات دي وداعمين ممتازين للفريق في كل العصور وفي كل. فاللقطه اللي انت اشرت ليها كانت ايجابيه جدا بعد كابوتين في وقت قصير، فبالتالي انا شايف ان ده بيحفز اللاعبين اكثر ان هم يدوا اكثر. صح. صحيح عليهم ضغوط كتير جدا، وحاجه غريبه جدا ان عمالين نشوف لعيبه بتقع من غير اصابات يعني مش من غير حد يلمسها، دليل على اجهاد عنيف جدا، بس الجمهور في ظهر لعيبتها، وده يعني بيخليني شخصيا اتوقع ان طاقات جامده جدا تتفجر من اللاعبين في الجولات الجايه. طبعا حوالي 6 جولات مهمين جدا في الدوري اللي باقيين، ده يعني هيرسموا ملامح بطل الدوري ان شاء الله. بس اللي انا شفته امبارح بدايه لما هو أتي بشكل إيجابي إن شاء الله. إن شاء الله الفترة اللي جاية نتمنى ذلك. خليني أروح مع حضرتك برضو أستاذ سامي، لأن إحنا لو هنتكلم عن شكل الأهلي، الأهلي الفترة دي ولو حضرتك تتفق معايا ملوش شكل ثابت، بمعنى إن أنا ممكن ماتش ألعب حلو جدا وأجيب نتيجة رائعة وأخد النقاط بتاعتي، وماتش تاني ألعب وحش جدا وما أجيبش النتيجة المرجوة، ما بقاش الواحد فاهم هو في إيه. يعني إحنا عندنا مشاكل طبعا فرشور يعني بالتأكيد، ولكن ليه في ماتش بنلعب حلو قوي ويبقى فيه مجهود على الأرض بيبذل وسعي و إلى آخره، وماتش تاني ألاقي يعني بتفرج كده بقول طب هو ليه احنا ليه لعبنا كده؟ احنا ممكن نلعب احسن من كده. بالظبط. ليه التخبط اللي انا شايفاه دلوقتي واللي ملحوظ بشكل كبير؟ نمره يعني هنقول ان في اجهاد عام ده يعني، بس ده مش مبرر يعني. اكيد ده مش مبرر يعني، اللعيبه بتتساقط ورا بعضها، بنفقد نجوم مهمين جدا في جميع الخطوط، بس ده مش مبرر يعني. في يعني انا عايز اقول رايي الشخصي ان تغيير الجهاز الفني ودخول جهاز جديد في وقت صعب دي مساله يعني مهمه جدا. خساره لقب افريقيا برضو كان لا تأثير سلبي على اللاعبين، فبالتالي انا بشوف ان اللاعبين عليهم مسؤوليه اكبر كتير جدا
في الفتره الجايه وفي المرحله عليه ان هم يثبتوا ان هم جديرين بالفانيله الحمراء. وده يعني انا قلته في يوم المؤتمر الصحفي بتاع البرتغال سواريش، كنت في الاستوديو هنا مع استاذ ابراهيم المنسي وقلت اللاعبين عليهم الدور الاكبر من سواريش في المرحله دي. في المرحله دي لان هو بصراحه ليس عليه اي يعني كلمه، محدش يقدر يتكلم دلوقتي. الراجل جاي في ثلث موسم بالظبط، جاي في ظروف صعبه مش مميزه يعني. فاللاعبين هم الاكثر فهما لطبيعه الصراع في سباق الدوري وسباق الكاس. بالظبط. وخسرنا الاهلي خسر الكاس، ما يجبش انه يخسر الدوري كمان. فدي مهمه اللاعبين قدام جماهيرهم يعني. يعني جماهير الاهلي يعني ما اثرتش في حاجه. لا صراحه ابدا، وعمرها ما اثرت ابدا. اللاعبين عليهم دور مهم جدا زي ما انتم بتقولوا. بعض اللاعبين يعني مستواه مش مفهوم، ينتبهوا لانفسهم ويشوفوا ايه اللي بيحصل معاهم وبيحصل مع الفرقه. يعني ممكن نقول اسماء محدده بس مش مجانا. لا ما نقولش هقولها، هقول لك انا على حاجه. لا يعني الجملة، انا فاهم وجهه نظر حضرتك. الجمله لازم تبقى بادئه يعني. الاهلي امبارح 70% استحواذ. ممتاز جدا. طب فين النتيجه؟ الشوط الاول انت سلبي نتيجه ان بعض السلبيات في الاداء. لا انا لازم اكمل الجمله الهجوميه بتاعتي. صح. واعرف ان انا يعني مش مجرد ان انا طالع وبس. هو سواريش ليه اتحدث تحديدا في اول ما جه على كذا نقطه، ومنها الكلمه اللي حضرتك او النقطه اللي حضرتك ذكرتها، لان هو قال انا ما عنديش حد. يعني اولا تحدث عن اللعيبه، قال لك انا ما عنديش حد يعني لاعب كبير ولاعب مش كبير. هو قال اللي هيكمل معايا هو اللي هيبقى جدير بان هو يكمل مع النادي الاهلي. فدي نقطه مهمه جدا تحدث اوريدي عنها سواريش، فمش قلقانين من ناحيه الكواليتي الخاصه باللعيبه. النقطه الثانيه لما جه برده سواريش وتحدث ان احنا عندنا مشاكل، والمشاكل دي هو على درايه بيها وهو بيدرس اكتر هذه المشاكل، وان هو مش بس عايز يحل المشاكل، هو عايز يطور من كره القدم في النادي الاهلي. فدي كلها برضو حاجات او بدايات او زي ما بتقال كده مؤشرات ايجابيه جدا، ان مفروض احنا هيتم تاسيس او اعاده النظر في كل السلبيات اللي مرينا بيها مع النادي الفتره اللي فاتت. فمتفائل بالكم ده او بالتصريحات دي او بالوضع ده. برضو مع كل اللي قاله ده بكرر ان اللاعبين عليهم الدور اكبر. يساعدوه الراجل مش شايف قدامه يعني. هو جاي ماتشات 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 ورا بعضها وكلها بطولات يعني دوري وكاس وفي كاس ثاني، فبالتالي يعني تحديات مش قليله طبعا. فاللعيبه لازم تساعده. صحيح الفترات الزمنيه بين كل مباراه ومباراه ما بتديش اي مدرب، مش سواريش بس، ما بتديش اي مدرب انه يقدر يعمل حاجه مع فرقته. فاللعيبه عليها دور كبير جدا ان هي تحس بمسؤوليه اكبر داخل الملعب، مسؤوليه ناحيه الجماهير، مسؤوليه ناحيه اداره النادي اللي ما بتبخلش عليهم بحاجه. فدي مهم يعني بكررها واقول ان مهمه اللاعبين هي التحدي الكبير في الفتره الجايه. رغم ان الفرقه فقدت عدد لا يعني يؤسف لها من لاعبين مهمين في الفتره يعني. الله اعلم هيرجعوا امتى. محمد الشريف يمكن ما يكملش الموسم لسه ما فيش حاجه واضحه قوي، بس يعني لو هنتكلم اجمالا لا طبعا في غيابات، في اصابات، في اجهاد عام بشكل كبير جدا. نتمنى. اصل المشكله في ايه؟ المشكله مش انا برضو كنادي اشتغل على هذه المشاكل فقط وفكره الاجهاد تحديدا. المنظومه لازم تحل التلاحم اللي حاصل. هو يعني او احنا بنقول يا ريت، بس هي دي بقى اصل المشكله. لما اجي احل لازم احل اصل المشكله، مش اقعد اسكن. فيعني الوضع صعب جدا برضو على مدى تاريخي في المهنه. ما شفتش 2 كاس في موسم واحد مع دوري. جديدة عجيبة كمان. يعني ما شفتش الكلام ده. يعني ايه كاس 2020 ده
ملوش لازم. احنا بنلعب بتاع السنه اللي فاتت يعني. ملوش لازم. على كل حال استاذ سامي هنرجع مع حضرتك تاني، لسه عندنا كلام كتير، ولما هرجع لنقطه مهمه جدا، وحضراتكم خليكم برضو معانا، لان احنا كل فتره كده بنسمع حاجات بتتردد خاصه بالنادي الاهلي، يجي يقول لك مش عارفه كابتن سيد عبد الحفيظ متخانق مع مين، كابتن حسام غالي متخانق مع مين، في مشاكل جوه مجلس الاداره وهكذا، حاجات يعني الواحد بيبقى قاعد اللي هو يعني نعم، او في معنى اصح هو في ايه؟ ليه في تركيز بهذا الشكل وكم الاشاعات الخاصه بالنادي الاهلي واداره النادي الاهلي؟ يعني هل هي محاولات لتحطيم؟ طب هي في تربص اكيد. خلينا نتكلم في ده لان اصبح سخيف واصبح في نفس الوقت مضحك. فاصل وهنرجع نكمل. حديثنا لسه مستمر مع الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي وصديقنا العزيز طبعا. قبل الفاصل اتكلمنا انا وحضرتك في نقطه مهمه، هي فكره الحملات اللي دايما بتبقى على الاهلي وفترات كده، كل شويه يطلع لك حملة ما تتحدث عن بعض الامور، ويطلع حد يقول لك خد المعلومات دي وخد الحصريات دي ومش عارف ايه، ومش عارفه مين متخانق مع مين من مجلس الاداره، وعندنا مشاكل هنا ومشاكل هنا، حاجه اصبحت يعني اتعودنا عليها وبقت دمها تقيل وبقت سخيفه وبقت تضحك في بعض الاحيان الثانيه يعني. فبتشوف ده سبب وايه في الاول وفي الاخر، والغرض منه ايه اصلا؟ طبعا يعني نمره واحد يعني نتائج الفرقه دي فرصه لناس كثيره بتتكلم. دي فرصه الناس تفتح بقى بقها علينا يعني بمعنى اصح. يعني وده يعني شيء يعني ما تعودناش عليه من الاعلام ومن السوشيال ميديا في حاله الاهلي لما بيكون مكتسح الملعب. صحيح، يعني ما بنشوفش فعلا كلام بيتقال حاجه زي كده لما بيبقى الاهلي واللي هو الطبيعي بتاعه يعني بيكون محقق الانتصارات. بيبقى في اشادات وفي اجواء ثانيه خالص وايجابيه. يعني دي بتبقى مجاملات او محسوبيات ولا بتبقى لا ايه بالظبط؟ هي السوشيال ميديا بقى يعني بقت داء في كل بين كل الناس وكل واحد. بس انا لا اتحدث هنا وما بتكلمش عن السوشيال ميديا، انا بتكلم عن بعض الاشخاص واللي لهم بالزبط. يعني قيمه في المجال الرياضي، ومن غير ما نسمي حد حضراتكم اكيد عارفين نتكلم عن مين. من غير قيمه ولا حاجه. يعني هنقول كده احنا في التلفزيون. يعني استاذ سامي وبعدين ماشي اتفضل. في ناس بتشعبط في النادي الاهلي. طبعا في شخصياته للفت النظر صح. يعني مش لاقي حاجه عندها بتشعبط في النادي الاهلي وشخصياته وابنائه باي كلام. صح. وده يعني شيء مثير للضحك زي ما انت بتقولي يعني. بس انا على ثقه ان جماهير الاهلي فاهمه طبعا كويس قوي. على فكره هما بيدخلوا يردوا، يعني عايز اقول لك النادي الاهلي مش محتاج تصريح رسمي، النادي الاهلي عنده جماهير هما الدرع. انا بكلمك بجد بالزبط. هما بيخشوا يردوا اصلا ف بالزبط. يعني الموضوع ادفى من الواحد يلتفت ليه فعلا. فهو بالظبط دي ننهيها بقى كده. جبته خلاص فعلا ادفى من الواحد بالزبط. يتعامل معاه، ويعني تشتيت لجهود الفرقه وجهود النادي الاهلي وادارته فيما هو مستهدف يعني. فيعني ده الكره ما بقتش في الملعب بس، بقت في تصريحات وكلام فارغ وكلام مضحك. بس الناس اللي فاهمه كويس هتلاقي ان الكلام ده لا قيمه له مع فريق يعني بيسعى انه يكون في احسن حالاته. وهو مركز في نفسه، الاهلي الحمد لله طول عمره مركز في نفسه بالزبط. لا يلتفت اصلا ان نجاحات غيره او اخفاقات غيره، هو مركز في نفسه. بس للاسف اللي بيركز في نفسه الناس هي اللي بتبقى مركزه معاه. الرياضه نجاحات واخفاقات مساله عاديه جدا بالزبط. مساله عاديه جدا. طيب خلينا نتكلم شويه عن الفنيات، وهنا فكره ان احنا محتاجين لو حضرتك تتفق معايا تدعيم شويه الخطه الهجوميه، او يعني يعني بنتكلم كده بمعنى اصح لازم سواريش يركز شويه على فكره الهجوم، هو اصلا فكره هجومي لحد كبير بالزبط. في اللعب. فبتشوف برضو ده ازاي، والجمل الهجوميه ازاي يتم تدعيمها برضو معانا في الفريق؟ مهم قوي النقطه حضرتك طرحتيها، لان سواريش كبرتغالي يعني فكرهم كله هجومي كمدربين. فالراجل يعني والاهلي مسؤولياته انه يهاجم ويهاجم ويهدف وياخد بطولات، دي مسؤولياته قدام جماهيره. فيعني في دفهات زي ما بيقولوا يعني، دي المشكله اللي موجوده في الفرقه حاليا، ان انا ابذل جهد
في الملعب وسيطر زي ماتش امبارح، وهدف متاخر جدا في فرص ما ضيعش. فلازم يكون التركيز، اتعامل مع كل هجمه بتركيز عالي جدا في اللحظات، في اللمسات الاخيره دي. دي نقطة والله نهوان محتاجة نحط تحتها 100 خط. اللمسة الأخيرة في الهجمة. أيوة. الأهلي بيهاجم كل حاجة، بس أما يعني في حالة الهجوم ويفقد الهجمة بتسد عليه. كان امبارح كان الجونة كان هيهدف بدري في الشوط الأول، في الشوط الأول يعني الشوط، عفوا الشوط الثاني، الشوط الثاني. فدي نقطة مهمة جدا، ان احنا كل يعني الكورة في رجلينا قطعة ذهب نحافظ عليها وما نبالغش في المراوغة، وما نبالغش في الفنيات اللي مالهاش لازمة. لا، لازم واحد اثنين ثلاثة جوه الشبكة، ده المفروض. صح. ودي مدرسة الأهلي من زمان. يعني انا شايف ان مثلا الجون الرابع اللي كان في ماتش فيوتشر اللي عرضه احمد عبد القادر نموذج اللي ما يجب عليه ان يكون اداء الاهلي. وشايف كمان ان الجون بتاع امبارح للزلاغة ده هدف بتاع احمد عبد القادر برضه، لانه كان جاي جدا، مفيش تداخل من حسام حسن، بس مش ده موضوعنا. فبالتالي انا بشوف ان مهم قوي ان اداء الاهلي يكون ايجابي اكثر، لان التحديات كبيره. يعني انا ضاعت مني الكاس. بص يا استاذ سامي، احنا بنامل ان شاء الله ان سواريش يحقق ده، لان هو ده الغرض الاساسي اللي طبعا احنا جايبينه او تم استقطابه، يعني لان احنا محتاجين حد يشتغل على الاخطاء والثغرات اللي عندنا في النادي الاهلي، يشتغل على تدعيم اللعيبه فنيا ونفسيا، يشتغل على فكره تطوير الكره عندنا، يشتغل على نقاط وملفات كتيره جدا، الاحمال البدنيه، يعني كل حاجه محتاجين فيها تطوير واهتمام. فنتمنى ده في الفترات اللي جايه يتم بقى انعكاسه على الملعب، يعني نشوف ده بنتائج باذن الله الاهلي يحققها. ومره ثانيه نتمنى مش نتمنى بس، احنا بنرجو وبنطلب، لان ده الطبيعي. نتمنى ان شاء الله الدوري يكون اهلاوي ان شاء الله. قول يا رب ان شاء الله باذن الله. يا استاذ سامي نورتني، اهلا ونشوفك قريب ان شاء الله ان شاء الله، ونتمنى ان حضرتك تكون معانا بعد ما الدوري يعني يرجع مكانه الطبيعي اكيد مع النادي الاهلي باذن الله يا رب. بيه ان شاء الله كلنا. انا بشكر حضراتكم. هنروح فاصل سريع جدا ونرجع لاخر فقره، وهي طبعا الفقره اللي هتكون الطبيه مع دكتور دينا ابو السعود. خليكم معانا.